لليوم الثالث على التوالي تقوم اللجان المتخصصة بمحافظة مأرب عاصمة إقليم سبا بصرف الرواتب للجنود وضباط شرطة الدوريات وأمن محافظة مأرب. العقيد الركن أحمد سعيد دركم قائد شرطة الدوريات وأمن مأرب تحدث عن دور اللجان المتخصصة وجهودهم المبذولة بصرف المعاشات والرواتب لأفراد وجنود وضباط شرطة الدوريات بمحافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نفتتح عملية صرف مرتبات قوات النجدة في محافظة مأرب لشهرين، شهر 4 وشهر 5، وكما تشاهدون اللجان بدأت تصرف المرتبات والأمور تمشي على ما يرام. وخلال لقائه اليوم بأفراد وضباط وجنود وبسقدو شرطة الدوريات وأمن مأرب، أشاد دركم عن الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها كل أفراد وضباط وجنود شرطة الدوريات بمأرب، مثمنا جهودهم العالية المبذولة في تأمين محافظة مأرب بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، متبنيا أن يكون عام 2018 عام السلام والمحبة والوئام. نعمل على خلال عام 2018 على استكمال كل الدورات التخصصية لقوات النجدة، التدريب الأولي للمنضمين الجدد، استكمال دورات الانتشار الأمني، استكمال دورة الأمن والطرقات وحماية الشخصيات وحماية المنشآت، وإن شاء الله عام 2018 سيكون حافل بالإنجازات لقوات النجدة في محافظة مأرب. الصعوبات بدأنا عملنا في كان في حرب، يعني كانت معركة، لكن الحمد لله يعني بتعاون السلطان المحلي في المحافظة ممثلة المملكة المحافظ تم توفير مغلب المتطلبات، وأيضا الوزارة ولا ننسى في هذا الجانب أن هنا مع الوزير المهندس أحمد الميسري بمناسبة نيلة ثقة القيادة السياسية تولي منصب وزير الداخلية، ونعمل إن شاء الله على أنه تكون الأمور هذه كلها ميسرة، نعمل أن تكون الأمور هذه ميسرة إن شاء الله وسنتلافى كل الصعاب. وصلت لنا الشرعية أولا لفخامة الرئيس القائد عبد الرب منصور هادي، ونقول لفخامة الرئيس عليك أن تضرب بيد من حديد وأن تضرب هذه الميليشيات بيد من حديد ونحن سيوفك اللي على الأرض. نشكر قوات التحالف العربي مثل بقيادة المملكة العربية السعودية، ورسالتنا لحوار مع ميليشيات الحوثي على الإطلاق، حوارنا معهم بالبنادق والنصر قرب، وعلينا أن نستغل الفرص التي حصلت ولا ستحصل هذه الميليشيات للقضاء عليهم. مهمنا في هذا الجانب احنا نعمل في حماية المنشآت، في معنا نقاط أمنية، معنا مراكز شرطة متحركة، دوريات راجلة ومتحركة، ونعمل جنب إلى جنب إلى جوار الوحدات الأمنية الأخرى في تنسيق مشترك عن طريق غرفة العمليات المشتركة لتنفيذ أي مهام أو متابعة أي مطلوبين أو مواجهة أي طارئ كان في أي مكان كان في عاصمة المحافظة وفي المديريات الأخرى. حسني محمد النجدي، قناة عدن الفضائية، مأرب. في ظل الظلم والجبروت التي تمارسه الميليشيا الإنقلابية الإيرانية على أبناء اليمن عموما وأبناء صعدة على وجه الخصوص، عقدت السلطة المحلية في محافظة صعدة اليوم اللقاء الموسع الأول لأبناء المحافظة في عاصمة إقليم سبأ محافظة مأرب. الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الموسع هو اللقاء بأبناء محافظة صعدة، فهو اللقاء الأول الذي يجمعني بأبناء محافظة صعدة بعد تعييني محافظ لهذه المحافظة، ولكن إن شاء الله ليس الأخير، سيكون هناك لقاءات إن شاء الله، والهدف من هذه اللقاءات كيف نوحد جهودنا وكيف نوحد يعني الجهود لتحرير المحافظة وكنس هذه الميليشيا الخبيثة من محافظة صعدة. في اللقاء الموسع أكد أبناء محافظة صعدة وقوفهم الكامل في صف الشرعية الدستورية وانحيازهم التام للمشروع الوطني ومناصرتهم للجمهورية والدولة المدنية بعد أن حاولت الميليشيا الحوثية الإنقلابية المساس والعبث بتلك المنجزات. احنا جبرنا على هذه الأشياء وليس بقي لنا أي مجال نراوغ فيه يمين ولا شمال، حدونا
إلى أقصى الطرق وإلى آخر الطرق، وحاولنا فيهم بالسلم باليمين بالشمال، ولا لهم مطلب، هم مصرحين من جهات أخرى، مثلا مصرحين من إيران، ولا فهموا منا، ولا حتى إنهم هاجمونا داخل بيوتنا، ولكن عملنا اللي قدرنا عليه ولا زلنا مواصلين سيرنا إن شاء الله. نهاية الظالم ونهاية المعتدي في الطريق قريبة، وأحنا إليها قادمون إن شاء الله. وعبر أبناء محافظة صعدة عن عميق شكرهم وامتنانهم لأشقائهم في دول التحالف العربي الذين سطروا أروع الأمثلة في صدق الأخوة وحقوق الجوار، وأفشلوا المشروع الفارسي الصفوي الذي استهدف اليمن والمنطقة. من أجل تحرير المحافظة من يد الميليشيا الإنقلابية الإيرانية، تعقد السلطة المحلية بمحافظة صعدة هنا بمحافظة مأرب اللقاء الموسع الأول لأبناء المحافظة. رفيق السامعي، قناة عدن، مأرب. تواصلا للجهود التي تبذلها المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة المؤقتة عدن ضمن البرنامج التنموي الذي تنفذه قيادة المؤسسة بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. وانطلاقا من هذا الدور، زار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن مستشفى باصهيب العسكري، أحد أهم المرافق الخدمية التي انتشلتها المؤسسة من وسط ركام الحرب. وتواصلا لهذا الدور، بحث اجتماعا ضم قيادتي المؤسسة الاقتصادية ومستشفى باصهيب العسكري الآلية الجديدة للدعم الذي ستقدمه المؤسسة في مجال القطاع الصحي من خلال رفده بأجهزة طبية متطورة ومستلزمات دوائية تلبي احتياجات المستشفى. هذا الدعم ترجم أيضا بزيارة تفقدية لعدد من الأقسام، خاصة قسم الأشعة، للإطلاع على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وما يحتاجه هذا القسم من معدات طبية. نحن قمنا بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية دولة رئيس مجلس الوزراء في تأهيل ترميم وتجهيز مستشفى باصهيب، وقمنا بتوفير الأجهزة اللازمة التي تم طلبها من الجهات المختصة في دائرة الخدمات الطبية وإدارة مستشفى باصهيب، ونحن برضه مستعدين في توفير كافة الطلبات كي نعيد هذا المستشفى إلى أفضل صرح طبي في الجمهورية اليمنية. وهذا المستشفى مستشفى تاريخي، بس نحن نقوم لإعادة ما تم نهبه وما تم تدميره، وإن شاء الله سيكون هذا المستشفى في القريب العاجل قد هو جاهز لعلاج كافة الجرحى أو المرضى من القوات المسلحة والأمن وكذلك من المدنيين. وهذا المستشفى سيكون عنوانه لا داعي للسفر إلى الخارج، فالتكاليف التي تخسرها الحكومة أو تكلف الحكومة بتسفير الجرحى للعلاج إلى الخارج ستتوفر للحكومة بعد إن شاء الله فترة بسيطة. الزيارة التفقدية لمستشفى باصهيب العسكري هي خطوة تتبعها خطوات في إطار تطوير القطاعات الصحية والعمل على توفير كل ما يحتاجه المستفيدون في هذا المستشفى. أولا أقدم شكري وتقديري للمؤسسة الاقتصادية على رأس الأستاذ سامي السعيدي بزيارته للمستشفى، تفقده للأقسام ولمحتاجات المستشفى، وأبذل استعداده أنه يقوم بكل إمكانيات التي بتتاح له من أجل تأهيل والمستشفى من كوادر من أجهزة حديثة كلها لخدمة أبناء القوات المسلحة والجرحى، سواء كان الجرحى من الجيش أو من الأمن أو من الحزام أو من المقاومة أو أي جريح حتى لو كان ده، فالمستشفى هنا مفتوح له. تفعيل الدور الريادي لمستشفى باصهيب العسكري الذي يمثل أحد أهم المرافق الخدمية العريقة بالعاصمة المؤقتة عدن هي أولوية تسعى من خلالها المؤسسة الاقتصادية بعدن، جعله نموذجا متميزا في دعم ورعاية الجرحى والمرضى وبدعم حكومي. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.
مواصلة لجهودها الإغاثية والإنسانية التي تقدمها لأبناء الشعب اليمني الذين اكتووا بنيران الميليشيا الإنقلابية الإيرانية، دشنت اليوم بمحافظة مأرب جمعية الهلال الأحمر الكويتي الحملة الثالثة لمساعدة الأشقاء اليمنيين المتمثل في مشروع توزيع المواد الغذائية للنازحين. ندشن فيه مشروع توزيع المواد الغذائية والتمور على إخواننا من جميع المحافظات في محافظة مأرب. هذا الدعم المقدم من قبل إخواننا في دولة الكويت بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، الإخوة في الكويت قدموا الكثير وما زالوا يقدمون. يتم اليوم توزيع المواد الإغاثية الغذائية الواردة من الهلال الأحمر الكويتي من دولة الكويت الشقيقة عبر مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية في اليمن. الكمية عبارة عن 90 طن من المواد الغذائية المكونة من الدجاج وتمور. هذه الكمية يستهدف منها النازحين في محافظة مأرب من المحافظات الأخرى والمخيمات التي تحوي النازحين، أيضا يستهدف سكنات الجرحى والمستشفيات والسكنات التي يسكن فيها الطلاب والمعلمين وكذلك المواقع العسكرية المحيطة بالمدينة والسجون وغيرها. المشروع الذي يقدمه الهلال الأحمر الكويتي برئاسة السيد مشعل العتيبي والسيد فهد العنزي وتنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن احتوى على 90 طن من المواد الغذائية واللحوم والتمور، استهدف النازحين وجرح الجيش الوطني وكذا مستشفى الهيئة العام بمأرب وأسر الشهداء والمقعدين وسكن الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة إقليم سبا. نشكر أخواننا في دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات، نشكر الذين حضروا هنا من شبكة الاستجابة التي تنفذ هذا المشروع، ونشكر الإخوة هنا في الهلال الأحمر الكويتي الذين دعموا هذا المشروع ودعموا أيضا مشاريع أخرى. مع ذلك نجد أن دعمهم وأيديهم البيضاء في كل زاوية من زوايا الزوايا التي خلفها الحوثي من مآسي الحرب التي قامت في بلادنا. هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا لأبناء الشعب اليمني ستدون في سجلات التاريخ بأحرف من نور وستدرس للأجيال القادمة. 90 طنا من المواد الغذائية يقدمها الهلال الأحمر الكويتي لأبناء الشعب اليمني النازحون هنا بمحافظة مأرب، خصوصا جرح الجيش الوطني وأسر الشهداء والجرحى جراء الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الإنقلابية الإيرانية. رفيق السامعي، قناة عدن، مأرب. دشن صباح اليوم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عاصمة إقليم سبا مشاريع أنشطة حماية الأطفال من خلال إنشاء مساحات صديقة آمنة للأطفال بمديريات صرواح حريب مجزر ومخيم الخانق للنازحين، وبرعاية محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة وتمويل من منظمة اليونسف. الأستاذ حسن الشبواني مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب أشاد بأهمية مشروع الدعم النفسي من خلال المساحات الصديقة الآمنة للأطفال. برنامج المساحات الصديقة الآمنة للأطفال المرحلة الثانية والذي ينفذه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وبالشراكة مع العديد من منظمات المجتمع المدني، والذي يتم فيه تقديم العديد من البرامج المفيدة للأطفال من النازحين والذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة هذا الوضع القائم الذي أحدثته ميليشيات الدمار والتخريب في وطننا الحبيب.
منظمات المجتمع المدني المشاركة بمشروع المساحات الصديقة الآمنة للأطفال بدورها أشادت بكل الجهود المبذولة التي تقوم بها كل المنظمات البدنية والإنسانية من خلال مشروع الدعم النفسي. الأستاذ عبد الله أحمد الباكري. كان الشكر موصول لمكتب شؤون الاجتماعية والعمل برئاسة الأستاذ حسن بن جابر الشباني مدير عام مكتب شؤون الاجتماعية والعمل على الشراكة الحقيقية الذي يسعى إليها في مع منظمات المجتمع المدني المحلية والمحافظة. وكيل محافظة مأرب بدوره تحدث عن أهمية مشروع الدعم النفسي وأشاد بجميع جهود المنظمات المدنية ودورها الريادي في خلق مساحات صديقة وآمنة للأطفال. يسرنا أن نحضر افتتاح هذه الفعالية، وفي البداية نشكر جهود الأخوة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات منظمات المجتمع المدني اليونيسيف والمنظمات المحلية التي تدعم وتفعل أنشطتها في مجال الطفولة والأمومة والمجال الخيري والعمل الطوعي، وما أحوجنا لمثل هذه الأعمال في هذه الفترة وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا. برنامج تدشين الدعم النفسي بمحافظة مأرب خلال المساحات الصديقة والآمنة للأطفال وتفعيل إدارة الحالة سيستمر من شهر يناير الحالي وحتى مايو من عام 2018. حسني محمد النجدي، قناة عدن الفضائية، مأرب. في إطار ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تدشين لأعمال التنمية التي دشنت أعمالها في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، وانطلاقا لهذا الدور قام وكيل أول محافظة عدن القائم بأعمال محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد سالبين بزيارة لمبنى المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن. في الزيارة التي رافقه فيها وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، اطلع سالم فيها على أهم الاحتياجات والمعوقات التي تعاني منها المؤسسة، حيث طاف خلالها عدد من الأقسام مستمعا من مدير عام المؤسسة المهندس سامي باهرمز والعاملين فيها، إلى شرح مفصل عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود الوطنية التي تبذلها قيادة المؤسسة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. اليوم النزول كان لتلمس على أرض الواقع مشاكل اللي تعانيها المؤسسة من ناحية التوظيف ومن ناحية المعدات ومن ناحية الفنية. الحقيقة مرت المؤسسة في كثير من الوقت على ظلم شديد يعني صار لها وصار للموظفينها. سيتم الوقوف أمامها ومعالجتها جميعها إن شاء الله. تمت عدد دورة العجلة في العمل في المؤسسة، كثير من المعدات اللي كانت خاملة وواقفة وخارجة عن الجاهزية أصبحت تعمل ومشتركة اليوم في كثير من المشاريع الخارجية في محافظة عدن خارج إطار المؤسسة يعني في الوقت الحالي. هناك الكثير من المعدات أيضا التي لا تزال بحاجة إلى صيانة بحاجة إلى دعم، سيتم رفعها إلى الحكومة وستقوم السلطة المحلية بدورها أيضا بمساعدة المؤسسة كوننا نحن المستفيدين الأساسيين أو الأوليين في محافظة عدن من نشاط المؤسسة. اهتمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بالمؤسسة العامة للطرق والجسور يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لهذا القطاع الحيوي الذي استعاد نشاطه بجهود الكوادر من المهندسين والفنيين والعاملين فيها استطاعوا انتشالها رغم شحة الإمكانيات. المؤسسة عانت من في فترة زمنية سابقة من تهميش شديد وإهمال، ولكن الآن الحمد لله بتوقيات من الأخ فخامة الرئيس والأخ دولة رئيس الوزراء السلطة المحلية والحكومة مهتمة بالمؤسسة وكادرها، وبإذن الله توفى الوعود ويعاد كيان المؤسسة كما كان وأفضل. الحمد لله المؤسسة خطوات في خلال السنتين الماضية خطوات جبارة، وبإذن الله إلى الأفضل بتعاون أبنائها وبدعم من القيادة.
انتعاش عجلة التنمية بمحافظة عدن والجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المؤسسة هي مهمة وطنية تحتاج إلى دعم حكومي. زيارة القائم بأعمال محافظ محافظة عدن للمؤسسة العامة للطرق والجسر بالعاصمة المؤقتة عدن كفيلا بأن يعيد شريان الحياة لهذه المؤسسة العريقة. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن. العطاء والبذل والتضحية ومواصلة الجهود المكثفة في ميادين التدريب. تدشين العام التدريبي الجديد للعام 2018 في محور العند للواء الثاني حزم وسط حضور للقيادات العسكرية والأمنية وقادة الألوية في المنطقة العسكرية الرابعة احتضنت قاعدة العند الجوية الحفل التدريبي للقوات المسلحة ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه وحدات الجيش الوطني في المحافظات المحررة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة. الحفل الذي بدأ بآيات محكمات من الذكرى الحكيم ألقيت فيه عدد من الكلمات أشادت في مجملها بالجهود الكبيرة التي تبذل في إطار بناء الجيش والأمن. أشعر بشرف كبير أن أشارككم تدشين العام التدريبي 2018 في محور العند واللواء الثاني خاصة، كما أتشرف أن أنقل إليكم تحيات فخامة الأخ المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أجدها مناسبة أن أشير إلى اللواء الثاني حزم، لواء البطولات والشرف، يعتبر اللواء الأول الذي تم تشكيله للدفاع عن عدن وتحريرها من دنس التيسار الفرسي الغازي بقيادة البطل المغوار فضل حسن محمد الذي استطاع أن يقود هذه المعركة بجدارة وتحقيق النصر، ذلك النصر المؤزر، وذلك ما تحقق أيضا بفضل التضحيات جسام قدمها ذلك النصر العظيم وبدعم وإسناد التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة. الأخوة رفاق السلاح الحاضرون جميعا، يأتي هذا العام الجديد وقد تحققت نجاحات هامة سواء على صعيد الإعداد المادي والمعنوي للجيش الوطني والمقاومة أو مكافحة ميليشيات الإنقلاب وتلقينها ضربات في الصميم، ما أدى إلى استباب الأوضاع الأمنية في المحافظة المحررة ومنها محافظة لحج. وهنا لا يسعني إلا الأشيد بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لعبت دورا مفصليا في تحقيق هذه النجاحات، مضيفا إلى ذلك الشروب خط حديث لسير نحو التنمية والاقتصاد، ومع كثير من القضايا التي صارت تحت الأولوية برنامج الحكومة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد الرب المنصور هادي. بعد أداء التدريب العسكري استأذن قائد العرض العسكري تدشين هذا الكرنفال الوطني لتنطلق فيه أفواج من الوحدات العسكرية والأمنية للجيش الوطني تصاحبها ألحان الفرقة النحاسية. كتائب الوطني حزم، كتائب المناح، كتائب المناظرة، كتائب قدم ثقافة المشروعية في الوطني حزم، وقائد مهنجة، قائد الضباعة، عن حدد النصر من مدينة عدن منصور الكريكة ولا زال لوائنا. انطلاق فعاليات العام التدريبي الجديد للقوات المسلحة والجيش الوطني في المحافظات المحررة تتزامن مع النجاحات العسكرية التي تحرزها وحدات الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات. هنا في محور العند يدشن اللواء ثاني حزم العام التدريبي الجديد 2018 بحضور قيادات عسكرية وأمنية على رأسهم قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن. لقناة عدن الفضائية وضح شليلي العند محافظة لحج. في
في إطار اهتمامها وتأهيلها لرجل الأمن الذي يعول عليه المواطن في إنقاذ حياته من الحرائق التي تطرأ هنا أو هناك. اختتمت مصلحة الدفاع المدني اليوم بمحافظة مأرب الدورة التدريبية العملية في كيفية استخدام العربات وإخماد الحرائق بطرق فنية وآمنة. نشكر قناة عدن على حضورها البروفة لإدارة الدفاع المدني والأفراد المتواجدين في الدورة والذي عقدت قبل حوالي أسبوعين. استفدنا من خلال الدورة بتدريب الأفراد على كيفية استخدام الطفايات وأنواعها وأنواع الحرائق الصلبة والسائلة والغازية، وقمنا بذلك خلال الفترة السابقة واستفاد الأفراد من هذه الدورة، وقمنا بالتطبيق العملي على بعض كما شاهدتم اليوم في هذه اللحظة، يعني التطبيق المباشر في كيفية استخدام العربات وكيفية استخدام الآليات و يعني كيفية إخماد الحريق والسيطرة عليه بطريقة محترفة ويعني فنية. الدورة العملية التي أقيمت لمدة أسبوعين تطرقت إلى أنواع الحرائق وكيفية إطفائها بطرق سليمة وآمنة من قبل المتدربين. الدورة هذه أخذت حوالي أسبوعين من تاريخ 7 يناير حتى اليوم هذا، قمنا خلالها تدريب عملي وأيضا أخذ محاضرات داخل إدارة المرور داخل إدارة الإطفاء. نشكر الشباب جميعا على تواجدهم على اهتمامهم في هذه الدورة. الدورة تطرقت أنواع الحرائق وكيف إخمادها بطريقة صحيحة بسبب شح المواد. قمنا بإعطائهم المعلومات أو والتطبيق بالمعدات الموجودة معهم. ما زلنا في حاجة إلى مواد ومعدات للسيطرة على جميع الحرائق التي ممكن تحدث في هذه المحافظة. عام تدريبي جديد يبدأه العيون الساهرة الذين يسعون ويسهرون من أجل حماية الوطن والمواطن وأمنه واستقراره. ونحن في إدارة الأمن إن شاء الله تعالى أعلنها مدير الأمن أن هذا العام عام تدريبي بحت، وقد أقمنا 4 دورات إلى الآن، دورة في الشرطة النسائية، دورة في مسرح الجريمة، دورتين في مسرح الجريمة الآن إن شاء الله تعالى قد أتمنى يوم السبت القادم، وهذا الدورة الرابعة في الدفاع المدني. فإن شاء الله الدورات هي التي تسكل الفرد وتسكل رجل الأمن حتى يقيم عمله بمهارة وأداء وتفاني عالي جدا. الحمد لله تدربنا تدريب ممتاز إن شاء الله، وإن شاء الله عزم نقوم كل أسبوعيا دورة عشان نتعلم ونصحح كل حاجة، وإن شاء الله نقوم بالكوادر وكل ما يلزم إن شاء الله. وعبر المتدربون في هذه الدورة عن سعادتهم الغامرة ومدى أهمية هذه الدورة التي ستكسبهم خبرات ومعلومات جديدة كانوا يفتقرون إليها. يخاطرون بحياتهم هؤلاء الأبطال الميامين من أجل حماية الوطن وأمن المواطن واستقراره. رفيق السامعي، قناة عدن، مأرب. منذ افتتاحه في نوفمبر من العام 2002 ميلادية كمركز تابع لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، استطاع مركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي أن يقدم خدمات نوعية لمرتاده من المرضى ليظل علامة فارقة في هذا المجال على مستوى ربوع الوطن العامر. فالمركز يتكون من عدة أقسام: قسم معاينة المرضى وبه عيادة طبية ويداوم فيها أطباء متخصصون ذو خبرة وكفاءة عالية، بحيث يتم فيها الكشف على المرضى المترددين عليها. الأقسام الفنية وتحتوي على قسم العلاج الطبيعي، ويحتوي على قسم معالجة الشلل الدماغي، وقسم للمعالجة الرجالية، وآخر للمعالجة النسائية والأطفال، حيث يضم كادر مؤهل وبإشراف مباشر من قبل الطبيب المختص،
ويحتوي على عدة أجهزة للعلاج الكهربائي والحراري وأجهزة التمارين التأهيلية وغرفة للمعالجة اليدوية والتمارين العلاجية. قسم الأطراف والمساند فيعد من أهم الأقسام، فهو يخدم معظم محافظات الوطن وخاصة في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والاضطرابات السياسية بالبلد، فقد استقبل أكثر من 250 حالة من صنعاء شمالا حتى تعز غربا ليسطر نواة تنقذ وطنا بأكمله وبأقل الأسعار. وبالقسم أيضا عدة شعب كشعبة القياس، حيث يتم فيه أخذ قياس الأطراف الاصطناعية والمساند، كما يضم شعبة صناعة الأطراف والمساند والأجهزة المعدنية والنجارة، كما يضم المركز بين طياته قسم المصنوعات الجلدية والأحذية الطبية، ويعمل به كفاءة محلية أثبتت جدارتها من خلال النجاح الباهر مع المرضى والمستفيدين. استطاع مركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي بالمكلا والذي يقع في محيط هيئة مستشفى ابن سينا التعليمي أن يوفر على كثير من المرضى عناء ومشقة السفر إلى الخارج، مقدما لهم خدمة علاجية وتأهيلية راقية وبأقل التكاليف، على الرغم من شحة الإمكانيات وضعف الموازنة التشغيلية له، إلا أنه تغلب على كل الصعوبات والعقبات بفضل من الله تعالى ودعم سخي من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، والذي يتبنى موازنته التشغيلية، وأيضا دعم ومساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الجهات المانحة والداعمة، ليستقبل منذ افتتاح الآلاف من المرضى عامل على علاجهم ومساعدتهم في التغلب على الإصابة والإعاقة. ولمركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي أهداف ورؤى يسعى لتحقيقها في المستقبل القريب، أبرزها تأهيل وتطوير كادره من خلال التعليم المستمر والدورات التدريبية وجلب أجهزة نوعية ومتطورة وتوسيع مساحة الوحدات العلاجية واستحداث أخرى تسهم في التخفيف من المرضى وتزيد من الطاقة الاستيعابية للمركز. مركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي بالمكلا أنموذجا مشرف وصرح طبي تفاخر به حضرموت خصوصا والوطن عموما، كوجهة علاجية تختصر الوقت وتوفر الجهد والمال، فحق لنا أن نعتز ونتشرف بهكذا مكان. كان وكيل محافظة ماربلش الإدارية عبد الله أحمد الباكري ومع مدير عام مكتب المالية ناصر العبيدي فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال المحاسبة الزكوية، والتي تقيمها الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة مارب بالتعاون مع إدارة الواجبات الزكوية هنا بمحافظة مارب. واجب إسلامي وأمانة عمل، فيجب على الجميع أن يتعاون في هذا العمل، و أحث الناس على يعني إعطاء الزكاة، فنأمل منكم أن تبذلوا الجهود في تحصيل هذه الزكاة، ونسأل الله تعالى لكم العون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة عبد الله أحمد الباكري بأن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لتأهيل العاملين في مجال الواجبات الزكوية، والتي تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وقال لابد أن يطلع الجميع بالمسؤولية الوطنية في هذا المجال. خطباءنا والمرشدين ينوهوا على هذا في خطب الجمعة، لابد سلم الزكاة فرض، الركن من أركان الإسلام وفريضة، لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم
حتى يؤدوا ما عليهم من زكاة. من جانب ياسر محمود حسن الحميرينا مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة ان هذه الدورة تستهدف 4 مديريات هي المدينة الوادي حريب الجوبة كمرحلة اولى حسب الامكانيات المتاحة من قبل الجهات المعنية وتهدف الى اكساب المشاركين العديد من المعلومات والمعارف. التدريب والتأهيل يمثل المرتكز الأساسي في تنمية المهارات ومن القدرات لتحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.